ما ينفعش ان انا المواطن المصري هنا في مصر الاجور بتاعته منخفضه بشكل رهيب طبعا مقارنه بالاجور بتاعته سواء في الدول العربيه الاخرى او في اوروبا طبعا، والاقيه بيدفع ضعف ثمن العربيات اللي بتتباع في الخليج او ضعف ثمن العربيات اللي بتتباع في اوروبا، وفي بعض الحالات اكتر من الضعف كمان. ده رقم واحد. رقم اتنين، انا مش شايف ان في اي مشكله ان الحكومه تاخد ضرائب وتاخد رسوم على العربيات بتاعتها، ولكن المفروض تتعامل بطريقه اذكى شويه. في الدول بره في اوروبا على سبيل المثال بيحددوا قيمه الضريبه وقيمه الجمرك على حسب كم التلوث اللي العربيات بتطلعه. كل ما العربيه بتطلع تلوث اكتر، كل ما العربيه استهلاكها بيزيد، كل ما الضريبه بتاعتها تبقى اكتر. فهما بيشجعوا الناس والوكلاء اوتوماتيكلي ان هم يجيبوا عربيات حديثه، عربيات بتستهلك بنزين اقل، عربيات فيها طبعا الحديثه بيبقى فيها كل عوامل السلامه والامان الحديثه جدا، وبالتالي طبعا بتقلل من الحوادث على الطرق بتاعتنا، ويعني وبننقذ ارواح مصريين ابرياء بدل ما يموتوا على الطريق بدون اي داعي، العربيات بتحميهم. تاني حاجه، انا بحمي صحه المواطن بشكل عام مش بس صاحب العربيه، لسبب ان العربيات الحديثه نسبة التلوث بتاعتها والإيميشنز بتاعتها بتبقى أقل بكتير من عربيات القديمة، وبتقلل في فاتورة العلاج اللي الدولة بتدفعها للمواطنين.